مساء الخير، نكمل موضوع تحليل. عايزين نشوف مثال كمان. احنا اخر حاجة كنا قايلين معامل ارتباط الروتا بالسبرم، ناخد برضو امثلة تانية عليه عشان نأكد على الدرس ده. برضو مديك سين ومديك صاد ومديك قيم سين قيم كمية يعني رقمية، وقيم صاد قيم كمية يعني قيم رقمية، وطالب منك صراحة معامل ارتباط الروتابل سبيرم. خلاص هنجيب معامل ارتباط الروتابل سبيرم. قلنا لازم هنرتب القيم ترتيبا تصاعديا وترتيبا تنازليا. بص انا موضح لك هنا في الصفحة دي كل حاجة بنعملها، بس انا هنقول اول حاجة ادي س وادي ص. تعال نشوف روتاب س. بنرتب من الصغير للكبير. أصغر حاجة في سين 5، يبقى ده ترتيبها الأول. بعد الخمسة في 7، ده ترتيبها الثاني. بعد كده في عندك 12 و 12. ال 12 متكررة مرتين. انت استخدمت الترتيب الاول واستخدمت الترتيب الثاني، يبقى المفروض واحده من ال 12 ترتيبها الثالث، واحده من ال 12 الثانيه ترتيبها الرابع. اروح جايب المتوسط بتاعهم 3 زائد 4 على 2 تبقى 3.5. يبقى قدام ال 12 دي حطيت 3.5، وقدام ال 12 دي حطيت 3.5. استخدمت الترتيب الثالث والرابع، يبقى اللي بعديها هيبقى الترتيب الايه؟ الخامس. 13 اهي ترتيبها الخامس، 14 ترتيبها السادس، وهكذا. ادي روتب س. وكذلك اللي انت عملته في س هتعمله في ص. جبت فيه، فيه يعني معناها روتب س ناقص روتب ص. 3.5 ناقص 7 تبقى سالب 3.5، 2 ناقص 10 ناقص 8، 6 ناقص 3، وهكذا. جبت فيه، ولازم تتاكد ان خانه فيه مجموعها بصفر. اجيب فيه تربيع، اربع الخانه بتاعت فيه. 3.5 في 3.5 يبقى 12 وربع، 8 في 8 ب 64، طبعا السالب بتروح في التربيع، 3 في 3 ب 9، 8 في 8 ب 64، وهكذا. جبت فيه تربيع 268.5. عوض ري بتساوي 1 ناقص 6، مج فيه تربيع، مج فيه تربيع، عندك 268.5 على نون، نون هي اللي هي عدد القيم 10، في نون تربيع 100 ناقص 1، تطلع سالب 63%. سالب معناها أن العلاقة عكسية، 63% معناها أن العلاقة إيه؟ متوسطة. مسألة كمان، درس طبعا مهم، معامل ارتباط الروتب السبيرمان ده، عشان كده أنا حاطط مسائل فيه. لدراسة العلاقة بين مستوى كفاءة طاقم التمريض س ونسب نجاح عملية القلب المفتوح ص، تم اختيار 8 مستشفيات تجري هذا النوع من العمليات، وهكذا. وكانت النتائج كما يلي: مديك س ومديك ص في المية. كتير قوي يقلق من في المية دي، يروح كاتب لي 95%، ما تخليها زي ما هي 95 و75 و89 ويبقى الأرقام في المية وخلاص، ما تقلقش. بص بقى، أنا هنا مديك خانة س قيم وصفية ما فيهاش أرقام، وقيم ص قيم رقمية أو كمية. بص، طالما فيه قيم وصفية يبقى على طول معامل ارتباط الروتب سبيرمان، لو أنا ما طلبتوش منك. حتى طالب إيه؟ إيجاد مقياس مناسب لدراسة العلاقة بين المتغيرين س وص مع التعليق على النتائج. كتبت أهو: يلاحظ أن البيانات السابقة أحد المتغيرين وصفية والآخر بياناته إيه؟ كمية. فإن المقياس المناسب هو معامل ارتباط سبيرمان. نعمل نفس الكلام. س ص. س بترتب من الصغير للكبير. بص لي على خانة س عشان أجيب روتب س. ضعيف جدا، يبقى ده ترتيبه الأول. اطلع لفوق شوية، بعد ضعيف جدا يبقى فيه إيه؟ ضعيف. ما أنت بترتب من أقل حاجة لأكتر حاجة. ضعيف جدا دي أقل حاجة، بعد كده ضعيف ترتيبه الثاني. بعد الضعيف ف
في جيد ترتيبه الثاني. بعد الجيد في ايه؟ جيد جدا. بص بقى انت عندك كام جيد جدا؟ جيد جدا جيد جدا جيد جدا، ثلاثة جيد جدا. انت اخر حاجة مستخدمها الترتيب الثالث، يبقى المفروض ترتيب واحدة جيد جدا ترتيبها الرابع، واحدة تانية جيد جدا ترتيبها الخامس، واحدة جيد جدا ترتيبها الايه؟ السادس. اروح جاي متوسطهم، 4 زائد 5 زائد 6 على 3، مش على 2 يا جماعة، دي 3 أرقام أقسم على عددهم على 3، يبقى أجمع الترتيب 4 زائد 5 زائد 6 على 3 تطلع كام؟ 5. بص جيد جدا، دي خدت 5، جيد جدا دي خدت 5 ترتيب، جيد جدا خدت 5 ترتيب، يبقى أنت استخدمت الترتيب 4 و5 و6. أبدأ بعديه، بعد الجيد جدا في إيه؟ في عندك امتياز، ممتاز، عندك كام امتياز؟ 2، انت بتستخدم 4 و5 و6، يبقى واحدة امتياز هتبقى 7 والتانية تبقى ايه؟ 8، اجيب متوسطهم 7 زائد 8 على 2 تبقى 7.5، يبقى الممتاز 7.5 والممتاز 2. رتب صاد برضه هعملها زيها، اجيب ف رتب س ناقص رتب صاد، ولازم تتأكد ان خانة ف مجموعها بصفر. في ناس بقى تروح عامله لي ايه بقى؟ مبوظه الخانه بتاعت فين؟ وكاتبه لي تحت بقى ايه؟ المجموع قال يعني خلاص مش هناخد بالنا في الامتحان، لا. حل وشوف لو في غلط في الخانه دي ابدا عيد تاني عشان تطلع الغلط ايه؟ وامتى تتاكد ان حلك صح؟ اذا كانت خانه في مجموعها بصفر. اجيب في تربيع اربع خانات في نص في نص بربع، نص في نص بربع، نص في نص بربع، صفر في سالب واحد في سالب واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، وهكذا، تطلع في تربيع برضه. طبقت القانون طلع 952 من 1000. سيبك من الاثنين دي، أول حاجة موجب ولا سالب معامل الارتباط؟ موجب، يبقى العلاقة طبيعية. 95% باينة قوي إن هي أكتر من 75%، يبقى العلاقة قوية. خصائص معامل ارتباط سبيرمان، طبعا انت مش مطالب بالنظري بس عايزك تعرف سواء معامل ارتباط سبيرمان او اي معامل ارتباط تاني، معامل الارتباط يتراوح بين الواحد والسالب واحد، لان القيم ممكن تبقى موجبة والقيم ممكن تبقى سالبة. واحد يقصد بها 100%، سالب واحد يقصد بها سالب 100%. في ناس كتير قوي يفتكر ان معامل الارتباط يتراوح بين الصفر والواحد والسالب، بين الواحد والسالب واحد يعني 100%، سالب واحد يعني سالب 100%. اي ارقام بقى تقع بين الواحد والسالب واحد ممكن يبقى ايه؟ في المرة اللي جاية هنتكلم على معامل ارتباط جديد وهو معامل ارتباط بيرسون. شكراً.